ويا حظكم يا الحوتيون اذا الجوله غلطه. خنشوف هذا موسمكم، دخلنا على تاريخ 22 ونبتدي مع موسمكم ونشوف صفاتكم وبعض الامور اللي هل تتفقون معاها او تختلفون. يقول لكم الحوتيون شخصيتهم عفويه وتلقائيه، والقاعده الاولى في حياتهم الصمت ابلغ من الكلام. خبير في قراءه الوجوه، يعني اذا مريت عليه كذي يدري ويعرف بالضبط بالضبط كل تفاصيلك. اما اذا زعل فيا ويلكم ويلاه، لان زعله زعل شايد دلوع كنا ياهل، يقدر يستفز اللي قدامه بسهوله وايد، يلجا للنوم كطريقه للهرب من مشاكله. اكثر شيء يحبه الشغلات الغريبه. متهور في كلامه، اذا عصب دير بالكم لا تزعلونه. تعرفون المثل اتقي شر الحليم اذا غضب؟ هذا هو الحوت. بس نتفق على شيء، حساس وايد ويحب يضحي بشكل وايد كبير، ما يخليك تعرف عنه إلا إذا هو يبي إنك أنت تعرف. مستحيل يتغير عليك بدون سبب قوي. اللي أهم من هذا كله إن كلنا نتفق مع الحوت إنه فعلا جدا حنون وايد، وحنيته ما تنوصف. يا حظ اللي عنده حوت أو حوتية في حياتهم. نقول لكم كل عام أنتم بخير من نغم الصباح. إحنا دائما نقول في نغم الصباح اللي تألقون العقارب، ما أدري من ندش وياهم بالميد قبل فترة، بس إذا تعرف حوت أو حوتية أو أنت من برج الحوت أو أنت حوتية على 22-20-94، خلنا نسمع هل تتفقون مع صفاتكم. إحنا مدحناكم شوية، قلنا أنتم حنونين حساسين طيبين، بس إذا زعلتوا زعلكم ما يتشايد وما تحبون تقولون حق أي حد أي شيء عنكم إلا الشغلات البسيطة. سمعونا على 22-20-94 وخلنا نشوف منو الحوت ومنو الحوتية، تتفقون ولا ما تتفقون. ونبتدي مع ليلى. ليلى جود مورنينج. يا صباح الخير، احلى جود مورنينج. يا صباح الورد، شلونك؟ يا هلا فيكم، الله يسلمكم. هل انت من برج الحوت؟ اي لا لا، انا بنتي حوتيه. الله يحفظك. 26/2 ما شاء الله، خوش يوم تحرير. اي الله يحفظك. وعندي صديقه العمر هم 17/3، لازلنا في عالم الحوت. حلو حلو، الحوتيون يحاوطونك في كل مكان. نعم، واثنينهم يتفقون بنفس الصفات. نفس الصفات فعلا، يقرونك حساسين، يعني ودك تعزف الكمان عندهم، هم قاعدين بكل مشاعر، يعني على قولتهم دراما كوين. احبهم. صادقة والله، نتفق، هم حنونين وايد. ليلى إيه؟ الله يبلغك فيها رب ويحفظها لك ان شاء الله. الله يسلمك ويا رب يوم سعيد وجميل ان شاء الله. يومكم اسعد ان شاء الله. الله يحفظك يوم سعيد. مع السلامة. عيسى يا عيسى. صباح الخير طلوبي. صباح الورد. اكرموه من الامير. ما سمعت. اقول اكرموه من كنافة الامير. ايه هاتوه كنافة الان. اي والله جبتها ياب يا طلوبي، والله كل الصفات فيني والله. لا وسعيد وايد ها. اي والله. الله يحفظك، متى ولادك يا سيدي؟ يعني 23. 23 ها، قرب قرب. أيوة قرب يوبي. والله عندنا بلا حدود، يعني تضحيات وهذا، بس ما أنا ننطر مقابل، وهذا لله كذي لله. الله الله يكثر امثالكم، الله يحفظكم والله. اي والله والله طلوب نزلت الدمعه والله. لا ابدا والله، قالت ليلى ما غلطت. اي كمان أيوة. جيب واحد كمان. أيوة حبيبي، العمر كله لك يا رب. يومك اسعد يا رب. زين والله، تبقى الحوتيون والحوتيات كلهم الموضوع لحد الحين احنا بالسليم. خلينا نشوف فيا اذا عندها وجهه نظر ثانيه. في جود مورنينج. صباح الخير. صباح الورد. حوتيه؟ لا. عندك احد دار مدارج؟ بس اعرف واحده هي امي. الله يحفظها. بس يعني اي صفه من هذول اللي قلتوهم كلها فيها. لا تسمعك. يعني كلها، يعني هي وايد تضحي وايد حنونة ومستحيل تزعل، ويعني ما ادري احس فيني بشي. لا الله يحفظها. شوفي في اقول لك شيء، يعني اول شيء يا حلو الواحد اللي يتكلم عن يعني بهالمشاعر، والله يحفظها لك يا رب ان شاء الله، وعسى الدوم تظل بهالبيت هذا، يعني على قولتهم عزوه. اذا ودك تقولي لها ترى يحبون كذي، ها الهداءات على الراديو تستاهل. أمي أخي ما طلعت من البيت عشان تروح الدوام، بس أبي أهديها ما أدري بغنية سنعة. حاضر، تم الموضوع عندي، الموضوع عندي. يومك سعيد يا فيد، درب السلامة. الله يحفظك، مع السلامة.
أم حيدر، good morning، صباح الخير. good morning، صباح الخير. شلونكم؟ الله بخير. بصحة وعافية، أنت بخير، إحنا بخير. هل أنت حوتية؟ لا. تعرفين؟ أنا مو حوتية. أي والله، أول إنسان بحياتي ولدي. الله يحفظه. أول حوت بحياتي. يعني. أول حوت. إيه. تتفقين على الصفات؟ طبعًا أمي لا ما يعصب ما يعرفك لو أنت منه. ترى هو 6 سنين عمره. ما شاء الله العمر كله له. بس لا يعصب. إيه. أنا ماني قادر أتصرف معه لما يعصب. الله يحفظه يا رب إن شاء بس الله. بس من الحنان لا يعني أوفر حنان ما صح شاء الله. صح ومحنونين حنونين. إيه. يجرح وياوي. عسى ربي يبلغك فيه أم حيدر تشوفينا بأعلى المراكز يا رب. آمين إن شاء الله. آمين أجمعين إن شاء الله. الله يحفظك. يومكم سعيد إن شاء الله. يومك أسعد يا رب. مع السلامة. زهرة good morning. good morning. زهرة حوت ولا حوتية؟ ليش نفس البرج هو شيء؟ سمعي زهرة؟ ترى أول مرة بحياتي أشارك ببرنامج. أقول لك شيء، تدري شو اللي حارني حالياً؟ أن العقارب هم أفضل ناس يشاركون بسالفة الموسم، موسم دخول الأبراج. حلو؟ حلو. ولا كان تطلعون أنتم كشخة؟ لا تشوفين التليفون مفول. لا لا ماكو على الحوت، ماكو على الحوت. تتفقين؟ الصدق ترى ماكو على الحوت. يعني سوي ماركتينج. أوكي اقنعينا ليش ماكو مثل الحوت؟ وايد العطاء أكثر من الأخذ. وايد. حلو. الحوت يعطي أكثر من طالع أخذ. يضحي صح. وحنانهم يغطي الدنيا كلها. برافو خوش ماركتينج. بس سالفة إنه هو ما يقول عن نفسه لا 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 ترى الأولي والثاني. يمكن بس أنت ترى بهالبرج هذا اللي جاي يفلص. أنا حيل أفلص. زهرة متى عيد ميلادك إن شاء الله؟ نعم. متى عيد ميلادك إن شاء الله؟ 12/3. 12/3 العمر كله لك يا رب ان شاء الله ويوم سعيد. الله يحفظك يا رب. يوم سعيد. مع السلامة. مع السلامة. أم حسن. أم حسين. هلا أم حسين شلونك؟ صباح الخير. صباح الورد شخبارك؟ أنا ولدي حواته. ما شاء الله تبارك الله. متى عيد ميلادكم؟ ولدي 15/3 وأنا 19/3. ما شاء الله العمر كله لكم يا رب إن شاء الله. تتفقين أم حسين بالصفات هذه؟ وايد حنون لدرجة يعني ما حد يتصورها، حتى أمي تقول ولدي حنون. الله يحفظه يا رب. الله يحفظه يبلغك فيه يا رب إن شاء الله. الله يسلمك. عسى يا رب يوم سعيد وسنة خير تكون عليكم يا رب. أجمعين إن شاء الله يا رب. الله يعافيك يا رب. مع السلامة. ما شاء الله كلكم صفاتهم حلوه. اذا وين صفات على خالد مره ترى تستفزون الناس بسهوله انت بسوي مشاكل. ابو عبد الله صباح الخير. صباح النور. يا هلا يا هلا في الصوت. هلا حبيبي. هلا والله. رب الله بشلونك؟ تمام صح وعافي. انت حوت؟ لا والله انا مو حوت بس اعز اصدقائي. اي اي حلو. بس الظاهر انه حوت نافق. ما اتفق ولا شيء من اللي قلته موجود ابد كلش مو حنون. لا والله بالعكس. لا والله بالعكس لو انه ما كان فيها صفات الحلوه تبى صار بيتي. صاج والله صاج. عسى ربي يدوم الصلاه. اي والله فعلا يعني التضحيه واذا تعطيه اي مهمه ما في اولى. كفو كفو. اتمنى يسمعك والله ابو عبد الله. اتمنى بس ما اعتقد والله. نويم الاخير. حوت 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 ما يقول حبيبي. الله يحفظك يا رب. بدر بالسلامه. مشكور يا ابو عبد الله. مع السلامه. زينب جود مورنينج. هلا والله جود مورنينج. صباح الخير. صباح الورد. انا عندي 2 حوت. حلو. مو حوت واحد بل 2. حوتين حوتين عندي ونفس الصفات بالضبط. حلو. ليدي وولدي. الله يحفظ. ما شاء الله تبارك الرحمن. ونفس اليوم. ما شاء الله. متى عيد ميلادهم؟ 14/3. العمر كله لهم يا رب ان شاء الله. يا رب. بس فيهم يعني في شغله ما اتوقع ان انا لحقت عليها. ترى شوي عندهم انانيه. يعني يحبون الشيء حق نفسهم. صدق حنونين ويعطون وهذا بس دائما فيهم خصله ان الشيء هذا حق شيء مالي. اي حقي ملكي مالي. هزار هزار زين هزار تأشر لي من بعيد حرام مش هيك ما ادري سالفته بس ما تتفق. أي لا شيء. لا فيهم بس كمان حنونين وايد حنونين ويعطون وبيتوتين وما يحبون ترى وايد الاختلاط لهم انه يعني محيطهم الخاص فيهم. اي يعني ما يحبون يجمعون وايد مثلا اصدقاء. لا محيط الاصدقاء حتى عندهم محدود. صح. بس كصفات انه يعني انه يعطون. لا امانه معطائين يعني حتى بالكلام يعني خلاص هذول الشغلات الثانيه ككلام الكلام حلو عندهم. صح صح
برافو برافو، خوش ماركتينج زينب. هلا هلا بالهدايا حق البنت. ما اتوالب معه بعد. الله يحفظك يا الله. ما الجوزاء ما يتوالب وايد مع الحوش. زينب زينب الجوزاء ما يتوالب مع ولا احد بالكره الارضيه، لا تحاتين. امورك طيبه. يوم سعيد يا رب. مع السلامه يا رب. نواف صباح الخير. صباح الخير، هلا والله، شلونك؟ صحه وعافيه، انت شلونك؟ ليش وحيد اليوم؟ وين روان؟ وحيد وحول احبابه، روان اجازه والله. بس هذا احنا احبابه. شوف انا مو حوت، زين؟ سبحان الله انا وايد تصدق وياي ان دائرتي المقلقه يكونون حوت. حلو. زين عندي مشكله واحده وياهم، حنون طيب شجاع هذا كله خله على جنب. اوكي انزل لي على اللي يا اخي الشيء اللي هو ما يبي يقوله. صح. زين وهو يدري ان انت تعرفه ما يقوله. اي مرمرني. اي مرمرني. انا مشكلتي انا شوف انا عقرب. والعقرب ما مو نوع انه يتكلم، بس اذا ربع او الدائره المغلقه هو يخر الاولي والتالي. طبعا طبعا عرفت. فالحين انت من دائرتي المغلقه المفروض انت تسولف، بس ما انا اسولف لك ساعات. انت مو بلاغه شف، ساعات انت تبي تساعده، تتعرف على الموضوع بس تبي تساعده. صح صح. ما يقول لك انت تلمح له على الموضوع تقول الموضوع يقول لك ها؟ لا عادي عادي نسولف. تحس يقول لك اوما صدق والله اكثر ناس يقدرون يستفزونك بسهوله بهالسالفه هذه. صح صح والله صح. بس ما نختلف انهم طيبين حنونين حنونين. ما يصير صحيح اذا السالفه هم محظوظين. هم محظوظين وانا احسدهم ان عمرو دياب غنى لهم. صح صح برافو عليك. هذا اكثر شيء احسدهم عليه. خلينا نصدق لازم انك تي برج نواف. انا عقرب. عقرب اقرب. ما حد راح يغني لكم نواف، لا تحاتي. ليش؟ طيبه. حبيبي يا رب يومك سعيد وجميل. يا رب تذكر. مع السلامه. ام عبد الرحمن صباح الخير. صباح الورد والنوير. صباحكم صباحي والورد والتفاحي. صباحي يطرد الفقر. صباحي يجي الخير. صباحي وفي الدين. صباحكم جور ونرد سكري. الله عليك الله عليك. يا صباح الورد يا صباح السكر يا صباح الورود كلها. الله يسلمك. انت حوتيه؟ واول يوم. ما اليوم عيد ميلادك؟ تومورو تومورو تومورو. العمر كله لك يا رب. ام عبد الرحمن لو سمحتي، انت تدري ايش كثر انت غاليه علينا وقريبه، وانت من جزء من عائله مارينا. باكر لو سمحتي راح نسوي لك الهب اللاله لو سمحتي. باكر تعبين ابرف عليك. الله يسلمك. بس تدري شنو؟ شنو؟ مرات احس يعني يقولون ان الحوت طيب وحنون ايه زين، بس ويقولون انه كتوم. تو سمعت الاخ يقول انه كتوم. اي يعني ليش انا فضيحه؟ انت حوت طيب. ليش مش خاب؟ مش خاب الاولي مش يعني، بس مو اللي يخص غيري، اللي يخصني. اي صح صح. الشيء اللي يخصني شيء مالي انا، مره تخر ادور حل. اريد حلا اريد حلا. أضيفات الحمامة أريد حلا. بس شوف أنا أتفق أن الله يحفظكم أن أنتم حنونين وطيبين، والكل اتفق يعني على قولتهم بالإجماع أن أنتم فعلا على قولتهم الواحد يعني محظوظ أن أنتم بحياتنا. فيا رب تكون سنة خير وصحة وعافية عليك يا أم عبد الرحمن. نروح حق أم أحمد. أم أحمد جود مورنينج. خوش خوش خوش. صباح الخير أم أحمد. ألو. أهلا صباح الخير. صباح النور. هل أنت حوتية؟ أنا حوتية واليوم عيد ميلادي. العمر كله لك يا رب. كل عام أنت بخير يا أم أحمد. تتفقين على الصفات هذه اللي إحنا قلنا قبل شوي عنها؟ إيه أتفق. وبعد أنا غامضة حيل. وليش سعيد؟ ليش سعيدين وايد اذا قلتوا غامضين؟ ترى احنا نتوهق فيكم. غامضه وما احب يعني اقول اسراري حق اي شخص، يعني عندي شخص معين. حلو 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 ام احمد. برافو. يا رب تكون سنه خير وصحه وعافيه وتتحقق كل امنياتك واحلامك يا رب. ان شاء الله يا رب. يوم سعيد يا ام احمد. مع السلامه. اللي يعرف ام احمد هلا هلا اعزموها اليوم هديه كيكه. تحبون الكيك بعد؟ انا صدق ما احب لها. اي متى صح؟ ليش يبون كيكه وايد كبيره حقي انا؟ شو اسوي فيها؟ لا باكل قفشه، بس هدايا هدايا هدايا. عموما مثل ما قلنا قبل شوي فعلا الهضبه غنى عن الحوت، برج الحوت. كل عام وانتم بألف خير، طولوا يمديكم تصورون سناب شات.